يا رب اجعلنا على الدوام نحسن لأهلنا ونكون من أهل المحبة. وتعالوا احنا في الليالي العشر، تعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء نصل به إلى كرمه، نصل إلى فضله، ونقول يا من جعلت هذه الليالي العشر ساحة تكرم فيها الفقراء والمساكين بواسع وصلك وخالص تجليات جمالك، أسألك أن تكتب اسمي في ديوان المقربين والمحبوبين الذين اصطفيتهم بأن تسقي قلوبهم شهد محبتك ولذيذ مودتك، وأن ترزقني بجودك الحسنى والزيادة فترفع الحجاب عن قلبي فأرى جمال وجهك في كل شيء، فأذوب فلا يبقى في فؤادي شيء سواك من فرط الجمال. يا رب اجعلنا نذوب من فرط جمال رؤية وجهك الكريم يا رب العالمين، ونفضل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايدينا في ايديه وهو بيمر بينا في جوانب الحياة وينور لنا حياتنا بسيرته المباركة بأسرارها، ولما نشوف ده نقول له وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب على الدوام معنا بحضرة النبي، واجعل كل ليلة من ليالينا ليلة قدر نشرب فيها شهد قربك فنذوب في جمال وصلك يا رب العالمين. أكرمنا برؤية وجهك الكريم في ليلتنا هذه واجعلها ليلة قدر يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا جميل، يا ودود، يا رب العالمين.